200 300 300 نقول لك يا شيخ المبروك المبروك تعال استاهل هذا 200 سواد الاعلى ازرف والاقوى تقييما الاعلى في القيمه والاقوى تقييما استاهل الزراف للعطور حطوا الكاشة على مهدل 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 بتقهويني الكوب ترى بعشرة ها مسري حطه وراك الله يسعد دقيقة تعال 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 امسك الشاي امسكه تعال امسك الشاي امسك الشاي تعال 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 شوف صل على النبي صل على النبي اسمعوا اي شخص منكم الكوب بعشر نقاط مهدل انت المسؤول انت المسؤول الكوب اسمع دقيقه ما في احد يشرك كل احد يقول سلطان عند كوب مهدل افتح مايكك مفتوح ما هو مفتوح افتح مايكك شوف ميوت ميوت مفتوح مفتوح الحين مفتوح تمام طيب عندكم كوب عندكم شاهي مخدر شاهي مزاج نعم طيب ليه دقيقة بما انك انت الشاهد انت منافس متاجر بما انك عندك خزنة واجدة لما تاخذ محل بنعرض محل تجاري بما انك بالشاهي شاهيك مطلوب عندهم وتبيع شاهي فيه عادي ترى بالنقاط يشترون منك ترى فكرة ببيعك غير الجلسة خلي الجلسات والله ماني بايع شاهي غير الجلسات لا الجلسات هذا شباب الرجل يحط الشاهي بالجلسات يطول العمر وانا اعزم واخذ منهم فلوس مو بصحيح يقول لك اذا صار في محل شاي شباب ركزوا شباب طيب اسمع يقولكم اذا في محل شاهي اللي بيشتري المحل التجاري ويحط فيه شاهي راح يمنع دخول اي جلسه شاهي ولا احد يسوي شاهي الا من المتجر هذا يا رجال حماس حلوه ترى حلوه اللي يشتري يا رجل تخيل ان الشاهي يقول من كيف الا بشاهيك زي ما هذول الحين اي واحد الان الكاميرات عليكم اي واحد ياخذ كوب خصم 10 نقاط مو خصم يدفع 10 نقاط اعذروني يا شباب انتم ملعبي وهذه ساحتي صح ولا لا اقسم بمن احل القسم لو يسمحوا لي زايده بس اللي عليكم لابسين ما زايد عليه بس البقيه لا زايده لو دخل محمد عيسى يا رجل لو دخل عبد الرحمن الكليب يلا استريح خلاص خذ الشاي واي احد باذن الله 10 نقاط كوب يخصم من 10 نقاط طيب اي المتجر حمود يعرض شوي طيب بسم الله نهايه ايوه اي نهايه هزراف هزراف للعطور شباب يجيك هي ذكرت اهم شيء طيب عبد الرحمن اخر شيء خلينا نخلص من هزراف يا شباب هزراف وترى شباب ترى في ثلاث متاجر جديده